يا باشا، انا الراجل ده كنت بدور عليه عشان شاكك ان هو اللي قتل ابويا. وصلت لشقته، باب الشقه كان مفتوح، دخلت لقيته جثه زي ما حضرتك شفت في الفيديو كده. معرفتش اعمل ايه يا باشا، كلمت علي اخويا اللي كان في نفس الشارع وجالي على الشقه. ايوه دي حاجه بقى انا مش فاهمها، علي كان قريب ازاي؟ يا باشا ما انا زي ما كنت بحكي لحضرتك، احنا كنا شاكين ان الراجل ده هو اللي قتل ابويا. وصلنا للشارع اللي هو قاعد فيه بس ما كناش نعرف عمره كام، فكل واحد كان بيدور في عمره شكل. لبست فيا انا بقى على حظي. وانت بقى قررت تشيل الشيله كلها لوحدك وتيجي لحد هنا وتعترف؟ طب ليه؟ عايز تبرع على اخوك حسين؟ انا بقول الحق يا باشا، وبعدين وانا جامل حد في تهمه قتل برضه. وقد امرنا بحبس المتهم حسين عمر البرنس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل. اكتب اسم الاتي رباعي.